يلا السيد الوزير، يلا بقي عندنا التزامات مع الثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة النواب المحترمون، بداية وكما تعلمون سبق وأن تمت برمجة مقترح قانون بإحداث نظام أساسي الخاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجامعات الترابية والمؤسسات العامة. تقدم به مجموعة من النواب عن فريق الاتحاد الدستوري للمناقشة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 12 يناير. وخلال هذا الاجتماع وبعد استعراض أهم المقتضيات التي جاء بها مقترح القانون المذكور، دفعت الحكومة طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 79 من الدستور بعدم قبول مقترح القانون باعتبار أن موضوعه لا يدخل في مجال القانون. فأحكام الدستور لا سيما الفصل 71 منه لم تدرج في مجال القانون فيما يتعلق بالوظيفة العمومية سوى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين والنظام الأساسي للقضاة فقط، وعليه واستنادا إلى أحكام الفصل 72 من الدستور الذي ينص على أن المجال التنظيمي يختص بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون، فإن موضوع مقترح القانون المشار إليه آنفا يعد من المواد التي تدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية. وأؤكد اليوم تشبث الحكومة بموقفها الذي عبرت عنه خلال اجتماع اللجنة والمتمثل في الدفع بعدم قبول المقترح المذكور أعلاه لكون موضوعه لا يندرج ضمن مجال القانون وإنما يدخل في المجال التنظيمي. وشكرا لكم. شكرا السيد الوزير.